تحت القصف اشتغلت على الخطوط الأمامية بعمليات التحرير ضد داعش. مرحبا واضح، اسمي رسل الفهد، عملي بمجال المنظمات الدولية بالعراق حاليا. أي تغيير إيجابي، خصوصا تغيير المستوى النساء بالمجتمع العراقي. سنة 2017 تعتبر أهم سنة بحياتي. بهاي السنة أنا فتت اشتغلت على الخطوط الأمامية بعمليات التحرير ضد داعش، مساعدتنا للنازحين والناس اللي كانوا يطلعون بعد احتجاز بدام 3-4 سنين تحت الدولة الإسلامية داعش. مساعدتنا للنازحين هي اللي خلتني أعرف شنو العمل الإنساني. الأهداف اللي عندي إنه أكون بمكان أقدر أغير. التحول بحياتي كان ميانمار. عندي شعار للإنسانية فوق كل شيء، عاشر اللي يعبدون بوذا، الهندوس، المسيح، الإسلام، فما رح يكون أي فرق، ما رح يكون أي تحيز. بميانمار كان عندي دائما هذا الدافع أنه أريد أستكشف، وهو اللي خلاني أنه أنتقل من ميانمار اللي هي دولة بجنوب شرق آسيا أنه أروح على جنوب السودان اللي هي بأفريقيا. كنت عايشة ببيت طين، المكان اللي احنا بيه ممكن سيارات ما تقدر توصله. التجارب اللي خضتها هناك علمتني انه اقدر النعم، اشوف الناس عايشين بأسوأ الظروف، وكانوا النساء يضحكون ويغنون وعندهم هذه روح الحياة. جايين من مناطق يمكن أحسن بهواية مما هم عايشين، بس ما مقدرين هذا الشيء. وشكرا، شكرا واضح.